مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي تسلا؟ ما هي ميزات تسلا؟ ما هي تسلا؟ هي بوابة دفع بالعملات المشفرة، تعمل في ظل مزيج من تقنيات بلوكشين وبيج داتا. ما هي ميزات تسلا؟ بدون الحاجة إلى أي وسطاء ورسوم مكلفة للمعاملات، من خلال تسلا باي أصبح من الممكن إجراء مدفوعات سلسة وآمنة بين المستخدمين والتجار. تركز شبكة تسلا بيج داتا على حلول تحليل البيانات. من خلال تسلا يتم الحصول على بيانات المعاملات والتكنولوجيا المالية وتحسينها وتحليلها. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.